صباح الخير. اليوم هنتكلم عن الماليبو سبورتس كيت 2018 نيو شيب بالفول بادي كيت. السيارة ماكينة 2.5 4 سلندر 6 سرعات اوتوماتيك تطلع 186 هورس باور. البادي كيت زي ما احنا شايفين كاملة بالسبويلر والاكزوست من ورا، شكل جديد، شكل سبورتي رياضي جميل. البادي كيت بتنزل على كل الفئات، لو حابين بيتم اضافتها. طبعا هي من الداخل زي ما احنا شايفين كراسيها جلد، التحكم كامل في الستيرنج، السقف تبعها بانوراما، فيها البيلت ان نافيجيشن مع الابل كار بلاي والاندرويد اوتو، استهلاك البترول زي ما احنا شايفين اللتر الواحد بيطلع اكتر من 14 كيلو. ده شكل السيارة الامامي، رنجات سود مع السكرت الجانبي، والشعارات للشيفروليه الاسود وهي اسمها ماليبو سبورت.